<applause> نحن اليوم نطلق مشروع المخطط الهيكلي لمدينة الخليل واللي طبعا هذا الموضوع مفروض كان تم عمله منذ سنوات عدة ولكن لظروف الخليل ووضع الخليل السياسي ووجود بؤر استيطانية داخل المدينة ووجود ثكنات عسكرية داخل المدينة وفي محيط المدينة أخر من عمل مخطط هيكلي لتلك الاعتبارات لكن ارتأينا كمجلس بلدي حالي أن يتم الاهتمام بهذا الأمر حتى ننظم المدينة ما بدنا نشوف أبنية موجودة في مناطق عشوائية في مناطق ما بدنا نشوف محلات تجارية حرفية موجودة في أماكن مفروض تكون في أماكن أخرى الواقع إنه, أنه تنظيم الفكرة الأساسية من هذا المشروع هو تنظيم المدينة حتى تنعكس الخدمات على المواطنين بشكل مناسب وبشكل حضاري